احنا لا تنسوا ان احنا ادينا لروسيا ما لم نعطيه للولايات المتحده، صيغه 2+2 اللي هي وزير الدفاع وزير الخارجيه، ايوه دي ما اديناهاش برغم العلاقه الامريكيه العربيه المصريه الطويله الممتده والشراكات العسكريه والاستراتيجيه ومناورات النجم الساطع والمعونات والمساعدات، لكن تبقى العلاقه الروسيه المصريه علاقه مهمه فيها جزء طبعا ثنائي وفي جزء اقليمي. لكن هو وزير الخارجيه الروسي اطلق رسائل النهارده للعالم وليس لافريقيا او للدول الدول العربيه. انا في تقديري هو قال كلام مهم قوي، كان يهمه انه يطلقها من مصر من القاهره ويؤكد على الثوابت. يعني العلاقه الثنائيه كما تعلموا علاقه جيده ومستمره، ومشروعات مشروع الضبعه حصل تطور مفصلي خلال الايام الاخيره في بدايات الجديه صحيح. الجانب الروسي والمصري ففي التقاء في ده، الاستثمارات طبعا واعده في المنطقه الاقتصاديه والسياحه، ففي جمله من العلاقات الثنائيه مستقره. انما هو بيتكلم في الاقليم، اتكلم على دور الجامعه العربيه، وده مهم جدا انه بيقول على سوريا ان احنا هو الروس بيدفعوا بقوه لعوده سوريا للجامعه العربيه وتشارك في القمه اللي جايه، بيتكلم على ليبيا حضرتك، بيتكلم على امن الاقليم. ففي رسائل هو استطاع بمهاره وزير الخارجيه الروسي ان يقول، ويتكلم على فكره انه الدول ان الولايات المتحده عايزه تفرض عزله على روسيا وعايزه تمنع مساعدات فهو بيتكلم بخطاب للعالم ان روسيا في النهايه دوله كبيره. وانا اعتقد انه عين الولايات المتحده الان هو ليس احداث نوع من التوازن، احنا تملي نقول العباره اللي حضرتك قلتها في الاول ان احنا حريصين على التوازن في نمط العلاقه حتى مع الصين وحتى مع الولايات المتحده، لكن احنا النهارده بنية النظام الدولي حضرتك بتتغير، وأرجو أن احنا ننتبه لهذا. بنية النظام الدولي يا جماعة بتتغير، فيها حالة من السيولة، فيها حالة من عدم الاستقرار، لسه من السابق لأوانه أن احنا نقول احنا رايحين لنظام متعدد الأقطاب، لكن احنا بنتكلم في إطار مصالحنا ومصالحنا العليا اللي انت حضرتك بتصيغها بمهارة دلوقتي. يعني السياسة الخارجية المصرية بتتحرك في دوائر مهمة جدا ودوائر جديدة بالنسبة لصانع غير تقليدية ولم تكن موجودة في عهد الرؤساء السابقين لمصر. تكلمي على دائرة الشرق المتوسط ودي دائرة غاية في الأهمية، بتكلم حق على مصالح كبرى، بتتكلم على ثروات، بتتكلم على مساحات حركة، فبتتكلم حضرتك الآن على دوائر جديدة. فكرة الاستدارة شرقا، بتتكلم مع الدول الأسيوية، بتتحرك في نطاقات متعددة. النهاردة حضرتك الناس بتسأل سيادة الرئيس بيروح دول زي صربيا أو ألمانيا الفرنسا، يعني في إزعاج للقوى الدولية، أنت بتتحرك لهذا المستوى، في جزء منه مخططك القادم ان انت الان بتتحرك في دائره جديده لدائره عدم الانحياز. حضرتك فاكر يوغوسلافيا والاتحاد اليوغوسلافي وتتحرك في كذا، من مصلحه حضرتك ان انت النهارده تحيي مثل هذه الامور، تبني دوائر جديده للسياسه الخارجيه المصريه. اعتقد مهم جدا. ده تبعاته ايه على المشهد الدولي بشكل عام؟ يعني حضرتك اتكلمت عن السيوله اللي موجوده، اول ما قامت الحرب الروسيه الاوكرانيه بدات الفرضيات او النظريات السياسيه تتكلم عن نظام دولي جديد، لو أضيف لهذا الشكل وهذه العناصر يعني قوة تتحد فيما بعضها لدعم فكرة عدم الانحياز، ده تأثيره إيه على المشهد ككل؟ يعني شوفي حضرتك في فرق كبير قوي بين إحنا نتمنى إنه شكل النظام الدولي يتغير وبين الواقع. يعني إحنا كلنا نتمنى نظام متعدد الأقطاب، لكن بحسابات القوى الشاملة اللي تبقى الولايات المتحدة على رأس النظام الدولي سنوات طويلة. في مناكفة أمريكية وفي مناكفة من القوى الصاعدة، لكن في اعتماد متبادل بين الجانب الأمريكي والجانب الصيني، صعب إن حضرتك تفككه النهاردة برغم كل اللي حاصل، لكن في اعتماد متبادل. علاقة اقتصادية وتجارية لا تنفصل، علاقة اقتصادية حضرتك صعب ان انت تفككي هذه الشراكة الامريكية الصينية لسنوات طويلة، ممكن تعملي تصويب لمسار بعض القطاعات، الرسوم والاجراءات الحمائية، دي امور ممكن اي ادارة هتعملها، وهي الخناقة على تحسين الشروط بالزبط. او تحسين العلاقة بالزبط. لكن مش انهائها او فصلها او تفككها، ده صعب يعني ولن يحدث بطبيعة الحال. لكن حضرتك تقدري تحجزي مكان ليكي كدولة محورية رئيسية في الاقليم باعتبار حضرتك مصر بتملكي معطيات رئيسة لا يملكها أي طرف في الإقليم مع احترامنا وتقديرنا. أما حضرتك رحت تعمل الاتفاق الأوروبي للغاز، أنت اتحركتي وعملتيه بسرعة ليه؟ يعني النهاردة ليه؟ عندك إمكانات وقدرات محطات تسهيل في إيدكو دمياط سهلة فورا تشتغل، يعني مش لسه هتفكري حضرتك تعملي. تفتقد أوروبا لفكرة الإسالة دي، حتى لو في غاز لكن الإسالة إحنا هنا عنصر قوة كبير. يعني أنا وقفت قدام تصريحات المسؤولين الألمان والفرنسويين، وهم بيتكلم الرئيس الفرنسي بيقول إن إحنا بنشكر الدولة المصرية والقيادة المصرية على ما قامت به، لأنه الاتفاق تم في وقت عاجل
سريع. الاوروبيين هتقولي لي هل هيعتمدوا على مصر؟ في دول اخرى يعني بيتكلموا جزائر وبيتكلموا على قطر وبيتكلموا على نيجيريا، في اسواق. لكن قدره حضرتك ان انت تعملي ده للاوروبيين، وخلي بال حضرتك اوروبا بتنظر لحضرتك على انك ليكي تجربه جيده في موضوع الهجره غير شرعيه، في مناطق ضبط الحدود، في اجراءات، فبتعملي ثقه. يعني انا في تقدير الحفاوي اللي استقبل بها الرئيس في المانيا وفي فرنسا، مهم جدا ان كنت حضرتك تتواصلي مع الجانب الاوروبي، لانه الحركه المصريه حركه تزعج الاطراف الاخرى. انا في تقديري الامريكان لا يتعاملون الا مع الاقوياء، يعني صحيح ان الامريكان ونحن بينا شراكه وتحالف عسكري وتعاون عسكري ومساعدات، لكن لم ننسى سخافات الاداره الامريكيه السابقه والسابقه. صحيح. يعني وانت بتتكلم على حضرتك يقطع لك ال 130 مليون دولار من ال 300 والاستمرار في السياسه الاخلاقيه، يعني عارفه حضرتك، والتدخلات في الشان الداخلي. احنا تجاوزنا يا جماعه شهادات حسن سير وسلوك من احد، فبالتالي النهارده الدوله المصريه دوله قويه وهي بتتكلم، والا ما كانش بايدن جه المنطقه. بالظبط، وهو بيتكلم مع حضرتك من منطق القوه، وهو يدرك مع من يتعامل. فبالتالي زي ما قلت لحضرتك انه ما فيش هندي لاي قوه شيك على بياض. المرحله دي تجاوزناها على الاقل كمصر، لكن الاطراف العربيه لها مصالحها، وربما نحن نرى في مصالحنا الكبرى لبلادنا الاخرين من حقهم ان يبحثوا عن مصالحهم. اذا كان في تهديد فالتهديد يبقى خاص بهم، لكن احنا بنعرف التهديدات والتحديات وفق مصالحنا حضرتك فندم، يعني وفق مصالحنا اللي احنا بنتحرك. يعني زي ما حضرتك ذكرت احنا بنعوض الغاز الروسي وفي نفس الوقت بنستقبل لافروف في القاهره، يعني برضو في مش اي حد يقدر يعمل قدرة حضرتك في قدرة على المناورة والتكتيك، لأنه للأمانة في تخطيط على أعلى مستوى النهاردة في مصر لحجز مكان في الترتيبات السياسية والعسكرية. سيادتك سمعت على حلف الناتو العربي وحلف الشرق أوسطي وكلام كبير جدا. إحنا في مصر عندنا إمكانيات وقدرات هائلة، وأنت بتتكلم. طب ما انا هذكر حضرتك ان احنا حتى في بريكس كان قريب برضه تصريحات ايجابيه. البريكس كمان لا، انا يعني عايز اقول حاجه، ان حضرتك من سنوات طرحت فكره القوى العربيه المشتركه وطرحتها مصر وطرحها سياده الرئيس وقتها. صحيح. لو كنا استمعنا وقتها والدول العربيه النهارده ما كانش هيبقى في فجوه في القضايا او المواقف العربيه او في الملفات. مسألة الارهاب ياما اتكلمنا عنها وياما ادعينا للمكافحه. فقدره حضرتك الاستباقيه وانت بتقرا المشهد دي بترجع لمهاره الدوله المصريه ومؤسساتها واجهزتها. انا اعتقد ده مهم جدا، لانه العالم سيشهد حاله من الترتيبات الامنيه والاستراتيجيه، مصر جزء رئيسي فيها، ولن يمر اي اتفاق او مشروع او اي ترتيبات سياسيه حضرتك او استراتيجيه او امنيه بدون موافقه مصر. يعني الحديث عن ان تبقى في ترتيبات امنيه تشمل دول عربيه وتشمل اسرائيل وتشمل كذا، هذه الامور بالتسعينات كانت بتتكرر. صح. النهارده الدوله المحوريه الرئيسه في الاقليم هي مصر، لن يمر اي اتفاق او اي مشروع بدون موافقه مصر. النهارده حضرتك عندك اوراق كبيره تقدر تستخدمها وتوظفها. حضرتك استخدمت ورقه الغاز. الغاز ده ورقه مهمه بالنسبه للاوروبيين طبعا. لكن انت ما انت رتبت الاجواء، عملت رسمت حدودك مع قبرص، رسمت حدودك مع اليونان، عملت اجراءات كتيره جدا. هذه الاجراءات البعض بينظر اليها انها بالفعل ازعجت القوى الاقليميه والدوليه. النهارده روسيا بيحاول يزعجك، انت برضه بتزعجه بشكل اخر، يعني لانه بطبيعه الحال يعني اشاره استاذه هبه الموضوع، اشاره الموضوع الامن المائي لمصر، انه من مصلحه الاطراف الاخرى ان تتدخل، لانه هذه الموضوعات ستسبب ارباك للمشهد الاقليمي، عدم استقرار في المشهد كله. لكن في النهايه لن يجور احد على حق مصر، هذا امر يعني بعيد عن اي خطوط حمراء او كل الوان الطيف، لن يجور على في جزء منه الاداره الامريكيه، الاداره السابقه وهذه الاداره، في جزء منها انا في تقديري سوء تقدير للمواقف، لانه الرئيس الامريكي كان من الجرأة يا جماعه انه يعترف ان الاداره الامريكيه اخطات، وانه اخطا مستشاري في هذا، انه عدم قراءه وفهم انه الشرق الاوسط ده منطقه حضرتك حيويه استسام لا يمكن ترتيب الاولويات بالزياره، ده شيء كان واضح طبعا. لا وكمان غيرهم بيحاول يملى الفراغ، فقال لك لا ده احنا هنروح، وهو اعترف انه موضوع الصين وروسيا مزعج للاداره الامريكيه، مزعج على كل المستويات، لانه في النهايه اعاده توزيع دوائر النفوذ لن يتم حضرتك بصوره تقليديه. النهارده انت بتحجزي كدوله محوريه في الاقليم لاي ترتيبات سياسيه واقليميه. قدره ومهاره صنع القرار في مصر انه بيقرا وبيستشرف كل هذه الاجراءات، فبالتالي عين حضرتك على ما هو قادم.